لسه زعلانة مني؟ أنا مش زعلانة منك يا ليلى، أنا زعلانة من نفسي. ولا خايفة؟ ما قلتش خايفة من حاجة ولا حاسة بحاجة، بقيت حاسة إني زي الكنبة اللي إحنا قاعدين عليها، جماد. منيرة، أنا عايزاك تسمعني كويس. سامعاكي، أنا طول الوقت بسمعك يا ليلى، وطول الوقت بصدقك، عمري ما كدبتك. أنا عمري ما طلعت غلط، بالعكس. ليلى، أنت جاية تطمني عليا ولا في حاجة تاني؟ لا، أنا جاية أطمن عليكي، وجاية كمان أقولك إن نور جه الشركة وساب رقم تليفونه مع ميرفت، استنيكي لما تخرجي وتقفي على رجليكي وتكلمي تاني. نور عمره ما انسيكي، لسه بيحبك. شركة ايه؟ نسيت اقولك، مختار رجع فتح شركته تاني، وانا بقيت اشتغل مديرة علاقات عامة، وعماد كمان شغال معانا. على فكرة هي مش شركة صغيرة خالص، شركة كبيرة قوي، رأس مالها أكبر مما تتخيل. ده مختار طلع غني أوي، أنا ما كنتش أعرف. هو أنت ناوية تتجوزي عماد؟ مش قبل ما آخد حقي وحق ابني من معداوي وأبوه. ليلى، كفاية أوي اللي حصل. انسي يوسف وانسي عيلته، طالما ربنا عوض عليكي بتجري وراهم ليه؟ انا ما بجريش ورا حد، وانت عارفه كده كويس. مش انا اللي جريت وراه وقلت له انا بحبك، ولا انا اللي جريت وراه وقلت له عايزه اتجوزك. انت عايزه انا انسى ايه؟ انسى ان انا لحد النهارده مش عارفه اسجل ابني باسم ابوه؟ طب يا ست انا نسيت، مع الدواء هينسى؟ عايزه ابني في حالي؟ هيقول خلاص ما بقتش ليها حاجه عندي، ولا هي ولا ابنها؟ أنسى إيه يا منيرة؟ ليلى، يوسف مات، وأنا متأكدة إن عماد مش هيسيبك. أنت عارفة المعدة عمل إيه في عماد ولا لأ؟ عماد هيعرف يتصرف، وهيعرف يطلعك من القضية، ومش هيسكت إلا لما يثبت نسب ابنك. عماد بيحبك، تخسريهوش هو كمان. منيرة، أنا جاية لك عشان أقول لك عايزاكي معايا. معاكي في ايه؟ في اللي انا بعمله. بس انا بس انتي ايه؟ هتسيبيني؟ ولا هتعملي اللي انت عملتيه قبل كده، ولا نسيتي يا منيرة؟ ليلى، انا ما عملتش. عملتي وانا مسامحاكي، لانها ما كانتش غلطتك لوحدك. انا عارفة يوسف كويس، حقير وواطي. اللي خلاه عارف يضحك عليا انا، مش هيضحك عليك انتي. بقولك ايه، كفاية قعدة مستشفيات، لا البكا بيغسل ذنوب ولا المرض بيرجعني راحة. الناس كده كده مش هتبطل كلام عليكي، لا بالعكس، هيقولوا عليك انك مجنونة. مش كده وبس، نور قاعد دلوقتي مستنيكي متمسك بيكي، لكن بعد كده هيزهق وهيمل وهيشوف غيرك. هو انت عايزه مني ايه؟ عايزه ارجع حياتي، عايزه ارجع دنيتي اللي راحت بطريقتي انا، عايزه ارجع كل حاجه اللي ضاعت مني وبسببك انت. انا عارفه ان انت بقيتي كويسه، انت مشكلتك ان انت مش قادره تواجهي اي حاجه، تهرب من مشاكلك من ظروفك. بقولك ايه، الدنيا مش سهله خالص، الحياة أصعب بكتير من أنت تستخبي منها في أوضة وأربع حيطان. اسمعي كلامي يا منير، اسمعي الكلام.